بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين من مراسي أرمي النبي بركته على جميعنا أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضبي وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور والآن رد يده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم سيج علي حتى لا أخرج وثقل أغلالي دعوته فلم يستجب لي صرخت إليه فلم يسر بصلاتي سيج طرقي وألوى سبلي المسكونة مسلوكة صار لي كدب كامن وكأسد فيما موضع مختف طاردني وسراني وتركني هالكا أو ترى قوسه وأقامني هدفان ليلقيا فيا سهامه أدخل في كليتي نبال جعباته صرت أضحوكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله جراني الحنظلة وأسكرني الإفسنتينة هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرمادة فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات باد أقنومي ورجائي من الرب أذكر بؤسي وشقائي والإفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي هذا ما تردد نفسي فيا وأشعر به في قلبي من أجل ذلك أرجو مراحم الرب لأنه لم يتركني عنه
لأن رأفته لا تذول على مر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا لأن رأفتك لا تفرغ. ارحمنا يا رب في فنائنا لأن رأفتك لم تفرغ. هي جديدة في كل صباح وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب فلذلك أرجوه. صالح هو الرب للذين يترجونه. طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النيرة من منذ سبا. يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه. يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء. يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا. إلا أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد. فإنه لو وضعه يترأف عليه ككثرة رحمته. لأنه لم يرذل من قلبه بل تواضع لبني البشر ليذل تحت قدمي جميع المرتبطين بالأرض. أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي. وإذ نكس الإنسان في خصوماته عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل معاقبي لأجل خطيئتي؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب. ولنرفع قلوبنا مع الأيادي لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا وأنافقنا وأغضبنا
وأنت لم تغفر لنا قد التحفت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشف التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضيع لكي لا أرى فأطرح تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسيل بأنهار مياه على صحكا بنت شعبي عيني تسكبا ولا تكفى بلا انقطاع ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب قرضوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكتان فاضت المياه فوق رأسي قلت إنه تركني عنه صرخت إليك يا ربي من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم علي سمعت تعييرهم يا رب وكل مشوراتهم ومؤامراتهم علي اليوم كله وتحريك شفات القائمين علي وصرت تلاواتهم النهار كله في جلوسهم وقيامهم انظر يا رب إلى عيونهم وأعطهم مجاذة بحسب أعمال أيديهم وكافئهم بالتعب على قساوة قلوبهم
واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس إلى هنا إلى الأبد آمين.